بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش اليوم مع درس من دروس النحو المقررة في كتاب أساسيات اللغة للمتحدثين والكتاب المقرر على الدارسين في مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف. واليوم بعون الله عز وجل سنتحدث عن المعرب بعلامات فرعية من الأسماء والأفعال. ونبتدأ أولا فنقول: أولا بالنسبة للكلمة من حيث الإعراب والبناء، الكلمة لها ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. الأسماء منها معرب ومبني، والأفعال منها معرب ومبني، أما الحروف فكلها مبنية. والفرق بين الإعراب والبناء أن الإعراب أو أن المعرب ما يتغير آخره بتغير موقعه في الجملة أو بحسب العوامل الداخلة عليه. أما المبني فهو يلزم حالة واحدة في أي موقع من مواقع الجملة. ونضرب مثال: كلمة كتاب، نقول هذا كتاب في الرفع، وقرأت كتابا في حالة النصب، واطلعت على كتاب في حالة الجر. كلمة كتاب هنا تغير آخرها من الرفع إلى النصب إلى الجر بحسب موقعها في الجملة وبحسب العامل الداخلي عليها. أما مثلا كلمة هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، فإنه يلزم حالة واحدة، فحينما نقول هؤلاء مجدون، فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وهنا بناء على الكسر. طيب لو جاءت في حالة النصب أقول مثلا أحب هؤلاء، النصب حقه أن يكون بالفتحة، ولكن الاسم هنا اسم مبني، ولذلك لازم حالة واحدة وهي البناء على الكسر، فأقول أحب هؤلاء. وفي حالة الجر نقول مررت بهؤلاء، فنجد الاسم في الحالات الثلاث في الرفع وفي النصب وفي الجر يلزم حالة واحدة وهي البناء على الكسر. أما بالنسبة للمعرب فكما قلنا يتغير آخره. فما هي أنواع الإعراب؟ الإعراب له أنواع أربعة: الرفع وعلامته الأصلية الضمة، النصب وعلامته الأصلية الفتحة، الجر وعلامته الأصلية الكسرة، الجزم وعلامته الأصلية السكون. الرفع يشترك فيه الأسماء والأفعال، فالاسم يأتي مرفوعا وأيضا الفعل يأتي مرفوعا. والنصب يشترك فيه الأسماء والأفعال، أما الجر فهو خاص بالأسماء، وأما الجزم فهو خاص بالأفعال. إذن أنواع الإعراب كما قلنا أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. إذا أتى الاسم معربا بهذه العلامات في هذه الحالات يكون معربا بعلامات أصلية. فمثلا قوله تعالى فيها سرر مرفوعة، سرر جمع تكسير، وهنا كلمة سرر مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، معرب بعلامة أصلية. الأسماء التي تعرب بعلامات أصلية في كل الأحوال هي الاسم المفرد وجمع التكسير، الاسم المفرد وجمع التكسير. فالاسم من حيث العدد ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع.
المفرد ما دل على واحد أو واحدة، نقول مسلم أو نقول مسلمة. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، نقول جاء رجلان واستقبلت رجلين. أما الجمع فله ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف ونون في الرفع أو ياء ونون في حالتي النصب والجر. نقول مثلا: استمع المصلون إلى قراءة الإمام. استمع المصلون إلى قراءة الإمام، المصلون هنا جمع مذكر سالم في حالة الرفع. في حالة النصب نقول: رأيت المصلين خاشعين، فجاءت بالياء. في حالة الجر نقول: سلمت على المتفوقين، بالياء. أما جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، بزيادة ألف وتاء، وهذا في الغالب. فنقول مثلا: عاملة جمعها عاملات، حينما نقول العاملات مخلصات، فهذا جمع مؤنث سالم. ومنهم من سماه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن هناك بعض الجموع لغير العاقل، المفرد مذكر لغير العاقل، ومع ذلك يجمع جمعا مؤنثا سالما. فنقول مثلا: سجل سجلات، سجل سجلات، هذا سجل وهذا حمام، الجمع سجلات وحمامات. ولكن نقول من باب التغليب، نقول جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، بتغيير صورة المفرد. والتغيير قد يكون تغيير في ضبط الكلمة مثل أسد وأسد، أو قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص وهكذا. نقول مثلا: نعمة جمعها نعم، كريم جمعها كرماء، بهذه الكيفية. إذن الاسم منه مفرد من حيث العدد، مفرد ومثنى وجمع، والجمع له ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. هذه الجموع أو هذا التقسيم يرتبط ارتباطا وثيقا بالإعراب. المفرد وجمع التكسير العلامات في الإعراب، العلامات كلها أصلية في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. علامة الرفع الضمة، علامة النصب الفتحة، علامة الجر الكسرة. أما بالنسبة ما يعرب من الأسماء بعلامات فرعية فهي ما يلي: أولا نقول: جمع المؤنث السالم وكما قلنا ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. فمتى يعرب بعلامة فرعية؟ هنا إذا نابت حركة عن حركة تنوب فيه حركة عن حركة في حالة واحدة. يعني هو في هناك كما قلنا بالنسبة للإعراب في الأسماء رفع ونصب وجر. الحالة التي يعرب فيها بعلامة فرعية هي حالة النصب، لأنه في حالة الرفع يعرب بعلامة أصلية وهي الضمة. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع، السماوات تسبح، هذا الفعل، أين الفاعل؟ السماوات، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن جمع المؤنث السالم في حالة الرفع علامته أصلية وهي الضمة، وأيضا في حالة الجر علامته أصلية وهي الكسرة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، معدودات نعت لأيام، وأيام مجرورة لدخول الفاء عليها،
فمعدودات نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، وهي علامة أصلية. أما الحالة التي يعرب فيها جمع المؤنث السالم بعلامة فرعية فهي حالة النصب. في حالة النصب تنوب فيها حركة عن حركة، تنوب فيها الكسرة عن الفتحة، لأن كما قلنا العلامة الأصلية للنصب، العلامة الأصلية للنصب الفتحة، فإذا ناب عنها غيرها أصبحت علامة فرعية. فهنا نابت الكسرة عن الفتحة، نابت الكسرة عن الفتحة. قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق فعل ماض، الله فاعل، السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذن جمع المؤنث السالم يعرب بعلامة فرعية في حالة واحدة تنوب فيها الحركة عن الحركة، تنوب الكسرة، حركة الكسرة عن حركة الفتحة، وذلك في حالة النصب. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وأيضا السيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. هذا بالنسبة لجمع المؤنث السالم يعرب بعلامة فرعية في حالة النصب تنوب فيه الكسرة عن الفتحة. وأيضا مما يعرب بعلامة فرعية في حالة واحدة وتنوب فيها أيضا الحركة عن الحركة الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف، والصرف أي التنوين، الاسم الممنوع من التنوين. هذا الاسم يمنع من الصرف أي التنوين لعلة تقوم مقام علتين أو لعلة مع أخرى. بالنسبة للاسم الممنوع من الصرف، أولا لا ينون، ثانيا تنوب فيه الفتحة عن الكسرة في حالة الجر، في حالة الجر علامة جره الفتحة، بشرط ألا يضاف، ألا يضاف هذا الاسم إلى غيره، لا يقع مضافا، وألا يقترن بالألف واللام، ألا يصاحبه الألف واللام. فإن أضيف أو اقترن بالألف واللام جر بالكسرة، وذلك مثل قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد اسم ممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجموع. فلماذا إذن علامة الجر هنا الكسرة؟ لأنه مقترن بالألف واللام، المساجد في حرف جر، والمساجد اسم مجرور فيه وعلامة جره الكسرة. ولماذا لم تأتي الفتحة؟ لأن هذا الاسم مقترن بالألف واللام. وأيضا إذا أضيف، كلمة أحسن ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولكن إذا أضيفت إلى غيرها أصبحت علامة الجر الكسرة وليست الفتحة، وذلك مثل قوله تعالى: في أحسن تقويم. في أحسن، لأنها هنا أحسن اسم مجرور بفعل علامة جره الكسرة، وتقويم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. إذن الاسم ممنوع من الصرف إذا اقترن بالألف واللام أو إذا أضيف جر بالكسرة، فإذا لم يضف وإذا لم يقترن بالألف واللام أعري بعلامة فرعية في حالة الجر تنوب فيها الفتحة عن الكسرة. قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. من حرف جر،
محاريب اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الواو حرف عطف. تماثيل اسم معطوف على محاريب مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وهكذا ومحاريب وتماثيل اسم ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. إذن الاسم الممنوع من الصرف يعرب بعلامة فرعية في حالة الجر تنوب فيه الفتحة عن الكسرة بشرط ألا يضاف وألا يقترن بالألف واللام. فإن أضيف أو اقترن بالألف واللام جر بالكسرة. وفي حالة الرفع يعرب بعلامة أصلية وفي حالة النصب يعرب بعلامة أصلية. قال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اسمه أحمد أحمد. هنا الاسم هنا مرفوع ولكن لا ينون وعلامة رفعه الضمة ضمة واحدة لأن من الصرف لا ينون. وفي حالة النصب قال تعالى في قوله تعالى حالة النصب علامة النصب علامة أصلية والفتحة. قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان اسم ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. غضبان هنا هو حال منصوب وعلامة النصب الفتحة ولكن بغير تنوين كما قلنا لأن الممنوع من الصرف لا ينون. إذن فما يعرب بعلامات فرعية في حالة واحدة تنوب فيه الحركة عن حركة جمع المؤنث السالم. يعرب بعلامة فرعية في حالة النصب تنوب فيه الكسرة عن الفتحة. والممنوع من الصرف يعرب بعلامة فرعية في حالة الجر تنوب فيه الفتحة عن الكسرة ولكن بشرط ألا يضاف وألا يقترن بالألف واللام. أما الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية في كل الأحوال في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر فهي المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة. تعرب بعلامات فرعية في كل الأحوال وتنوب فيها الحروف عن الحركات. تنوب فيها الحروف عن الحركات. أولا بالنسبة للمثنى المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر. وأيضا ما يلحق بالمثنى وسنشرح ذلك لاحقا. أولا بالنسبة للمثنى حينما أقول رجل فالمثنى رجلان في حالة الرفع وفي حالتي النصب والجر نقول رجلين. بالنسبة للمؤنث حينما نقول معلمة في حالة الرفع نقول معلمتان وفي حالتي النصب والجر نقول معلمتين. المثنى يعرب بعلامات فرعية في كل الأحوال. ففي حالة الرفع علامة رفعه فرعية وهي الألف تنوب عن الضمة. قال تعالى ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. دخل فعل ماض. أين الفاعل فتيان؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذن المثنى يعرب بعلامة فرعية في حالة الرفع وهي الألف نيابة عن الضمة. ويعرب أيضا بعلامة فرعية في حالتي النصب والجر وهي الياء. ففي حالة النصب يعرب بالياء علامة النصب الياء نيابة عن الفتحة. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان. البحرين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى.
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يومين في حرف جر، ويومين اسم مجرور بالفاء بفي، وعلامة جره الياء لأنه مثنى. إذن المثنى يعرب بعلامات فرعية في حالة الرفع تنوب الألف عن الضمة، وفي حالة النصب تنوب الياء عن الفتحة، وفي حالة الجر تنوب الياء عن الكسرة. وأيضا من الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية في كل الأحوال جمع المذكر السالم، وقلنا هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. ففي حالة الرفع تنوب الواو عن الضمة. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل ماض، والمؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وفي حالة النصب تنوب الياء عن الفتحة. قال تعالى: وما كنا للغيب حافظين. وما كنا للغيب حافظين، فحافظون هنا خبر كنا، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن جمع مذكر السالم في حالة النصب تنوب فيه الياء عن الفتحة، وأيضا في حالة الجر تنوب الياء عن الفتح عن الكسرة. قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. على حرف جر، والخاشعين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن جمع مذكر السالم يعرب بعلامات فرعية في كل الأحوال. في حالة الرفع تنوب فيه الواو عن الضمة، وفي حالة النصب تنوب الياء عن الفتح، وفي حالة الجر تنوب الياء عن الكسرة. ومما يعرب أيضا من الأسماء بعلامات فرعية في كل الأحوال الأسماء الستة. فما هي الأسماء الستة؟ الأسماء الستة هي: أبوك، أخوك، حموك، فوك، هنوك، ذو بمعنى صاحب. وهذه الأسماء تعرب بعلامات فرعية، ولكن بشرط أن تكون مفردة، يعني لا تأتي مثنى أو جمع. أن تكون مكبرة، لا تأتي في حالة تصغير. أن تكون مضافة، لا تقول هذا أب، لا. وأن تضاف لغير ياء المتكلم، يعني لا أقول أبي وأخي، لا. وأن تكون كلمة فو خالية من الميم، لا أقول فم، وإلا أعربت إعراب الاسم الصحيح، إعراب الاسم الظاهر، فتعرب بعلامات أصلية. بالنسبة لهذه الأسماء الستة إذا توافرت فيها الشروط تعرب بعلامات فرعية في كل الأحوال. ففي حالة الرفع تنوب الواو عن الضمة. قال تعالى: وأبونا شيخ كبير. أبونا في حالة الرفع، هذا الاسم من الأسماء الستة، وقد أضيف إلى غير ياء المتكلم. فإذا هنا علامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الستة. وفي حالة النصب تنوب الألف عن الفتحة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أبا هنا مضاف، كان فعل ناقص ناسخ، محمد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. إذن الأسماء الستة في حالة النصب تنوب فيها الألف عن الفتحة، وفي حالة الجر تنوب الياء عن الكسرة. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. من حرف جر، وأخيه اسم مجرور بمن، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة،
وقد أضيف إلى غير المتكلم، أضيف إلى ضمير الهاء. إذن الأسماء الستة تعرب بعلامات فرعية في كل الأحوال، في حالة الرفع تنوب الواو عن الضمة، وفي حالة النصب تنوب الألف عن الفتحة، وفي حالة الجر تنوب الياء عن الكسرة. ومن هنا نستنتج أن ما يعرب بعلامات فرعية من الأسماء منها ما يعرب بعلامة فرعية في حالة واحدة وتنوب فيها الحركة عن الحركة، وجمع المؤنث السالم في حالة النصب تنوب الكسرة عن الفتحة، والممنوع الاسم الممنوع من الصرف في حالة الجر بشرط ألا يضاف وألا يقترن بالألف واللام، في حالة الجر تنوب فيه الفتحة عن الكسرة. وهناك من الأسماء ما يعرب بعلامات فرعية في كل الأحوال، في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، فتنوب فيه الحروف عن الحركات. ففي المثنى تنوب الألف عن الضمة، وتنوب الياء عن الفتحة، وتنوب الياء أيضا عن الكسرة في حالة الجر. إذن علامة الرفع الألف، وعلامة النصب الياء، وعلامة الجر الياء. جمع المذكر السالم يعرب بعلامات فرعية في كل الأحوال، في حالة الرفع الواو، وفي حالة النصب الياء، وفي حالة الجر الياء. الأسماء الستة إذا توفرت فيها الشروط، في حالة الرفع الواو، وفي حالة النصب الألف، وفي حالة الجر الياء. وهذه هي الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية بالنسبة للأسماء. يبقى إذن هذه الأسماء تعرب بعلامات فرعية. فلو قلنا تأتي الألف علامة فرعية في أولا في المثنى في حالة الرفع، وفي الأسماء الستة في حالة النصب. في المثنى في حالة الرفع تنوب عن الضمة، وفي الأسماء الستة في حالة النصب تنوب عن الفتحة. الواو تأتي علامة فرعية في جمع المذكر السالم في حالة الرفع، وأيضا في الأسماء الستة في حالة الرفع. الياء تأتي علامة فرعية في المثنى في حالتي النصب والجر، وفي جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، وتأتي أيضا في الأسماء الستة في حالة الجر. وهكذا. هذا بالنسبة للمعرب بالمعرب بعلامات فرعية من الأسماء. أما المعرب بعلامات فرعية من الأفعال فهما نوعان الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. أقول مثلا يعملون وتعملون ويعملان وتعملان وتعملين بالنسبة للمخاطب. إعرابها، هذه الأسماء علامة الرفع فيها ثبوت النون، وعلامة النصب وعلامة الجزم حذف النون. علامة الرفع، قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. يقيمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. ينفقون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن علامة الرفع في الأفعال الخمسة ثبوت النون. أما علامة النصب وعلامة الجزم فحذف النون. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم جازمة تجزم الفعل المضارع، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. ولن ناصبة تنصب الفعل المضارع، تفعلوا
فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. إذن الأفعال الخمسة علامة الرفع ثبوت النون، وعلامة النصب حذف النون، وعلامة الجزم حذف النون. أما النوع الثاني من الأفعال التي تعرب بعلامات فرعية، الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء وأتى في حالة الجزم سبقه جزم، في هذه الحالة علامة الجزم حذف حرف العلة. علامة الجزم حذف حرف العلة. فالفعل المضارع المعتل الأخر بالألف نحو يخشى، إذا أتى في حالة الجزم نحذف الألف ونترك الفتحة التي قبلها دلالة على المحذوف. قال تعالى: ولم يخش إلا الله. ولم يخش إلا الله، يخشى لم جازمة، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف الألف. الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو مثل تدعو، المعتل الآخر بالواو إذا دخل عليه جازم تحذف هذه الواو ويترك ما قبلها من ضمة دلالة على المحذوف. قال تعالى: ولا تدعو مع الله إلها آخر. تدعو، لا هنا طلبية جازمة، ويدعو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف الواو. الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء نحو قوله تعالى: ليقضي علينا ربك. ليقضي، أصلها يقضي، المعتل الآخر بالياء، دخلت عليها لام الطلب الجازمة، لام الطلب الجازمة ودخلت على الفعل فجزمته. علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف الياء، وتركت الكسرة دلالة على المحذوف. إذن ما يعرب بعلامة فرعية من الأفعال نوعان: الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة، يعرب بعلامة فرعية في جميع الأحوال في الرفع والنصب والجزم. علامة الرفع ثبوت النون، وعلامة الجزم والنصب وعلامة النصب حذف النون. أما والنوع الثاني فهو الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو الألف أو الياء في حالة الجزم. علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، حذف الألف، حذف الواو، حذف الياء. هذا بالنسبة لدرس المعرب بعلامات فرعية من الأسماء والمعرب بعلامات فرعية من الأفعال. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله رب العالمين. وإن شاء الله يعني هو بالنسبة لقواعد النحو هي قواعد تطبيقية، ونحاول أن نربط بين القاعدة وبين الاستعمال. يعني أولا في أول الأمر يعني حفظ الشواهد والأمثلة والتطبيق، فمن خلال ذلك بإذن الله ستكون القاعدة سهلة ميسورة إن شاء الله رب العالمين. وإليكم إيجاز ما قلنا. أولا تحدثنا عن أنواع الإعراب، وقلنا الإعراب له أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع علامته الأصلية الضمة، النصب علامته الأصلية الفتحة، الجر علامته الأصلية الكسرة، الجزم علامته الأصلية السكون. هذه الأنواع الأربعة إذا أتت العلامات كما قلنا، الضمة أو في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، الكسرة في حالة الجر، السكون في حالة الجزم، إذا يكون هذا الاسم معرب، الاسم أو الفعل معرب بعلامة أصلية. قلنا بالنسبة للأسماء، بالنسبة للأسماء، الأسماء التي تعرب بعلامة أصلية في كل الأحوال الاسم المفرد وجمع التكسير. أما الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية، هناك أسماء تعرب بعلامة فرعية في حالة واحدة وجمع المؤنث السالم في حالة النصب تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، كقوله تعالى:
خلق الله السماوات والأرض بالحق. السماوات الاسم النوع الثاني الممنوع من الصرف أي التنوين، بشرط ألا يضاف وألا يقترن بالألف واللام، تنوب فيه الفتحة عن الكسرة في حالة الجر. قال تعالى إن الحسنات، قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. وهناك من الأسماء ما تعرب علامات فرعية في كل الأحوال وتنوب فيها الحروف عن الحروف والمثنى، فعلامة الرفع الألف، وعلامة النصب الياء، وعلامة الجر الياء. وجمع المذكر السالم علامة الرفع الواو، وعلامة النصب الياء، وعلامة الجر الياء. الأسماء الستة وعلامة الرفع الواو، علامة النصب الألف، علامة الجر الياء. أما بالنسبة للأفعال فهناك نوعان يعربان بعلامة فرعية، والأفعال الخمسة وتعرب بعلامة فرعية، ففي حالة الرفع علامة الرفع فيها ثبوت النون، وعلامة النصب والجر، وعلامة النصب والجزم حذف النون، والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم، علامة الجزم حذف حرف العلة. هذا، ونتمنى لكم التوفيق، وإلى درس آخر إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.